أنصاري إلى الله، نحن أنصار الله. إنما العجب أن ينخدع بهذا بعض المسلمين، خصوصا أصحاب الفكر الذين لا يدركون عواقب الأمور، فأصبحوا يؤيدون هذا الشيء ويقولون الحكام الظلمة والجائرون، ويقولون الحرية، حرية الكلمة، الديمقراطية، نيل الحقوق المهضومة، إلى غير ذلك، ولا يدرون أن العلاج ليس بهذه الطريقة، وأن هذه طريقة ماكرة من أعدائهم الكفار. وصاحبهم الغوغاء والجهال الذين لا يعرفون عواقب الأمور ولا يدرون عن الدعايات الباطلة والمزورة، فهم ينظرون إلى بريقها وتزويرها ولا ينظرون إلى عواقبها، فأصبحوا يخربون بلادهم، كما قال الله جل وعلا في اليهود: يخربون بيوتهم بأيديهم، يخربون بأيديهم بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هذا في اليهود. أما قضية المسلمين اليوم فهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي الكفار، نسأل الله العافية. فيجب التنبه لهذا، عدم الاغترار به. الله جل وعلا قال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. هكذا شأن أصحاب الأفكار السطحية من الغوغاء والعامة، وأصحاب الأفكار الملوثة والمثقفين الذين ليس عندهم بصيرة، ليس عندهم علم من كتاب الله وسنة رسوله.